مرحبا بكم في أول حلقة من حلقات الخاصة بشهر رمضان المعظم. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله هالأربع أسابيع يكونوا طلع خير. إيش معناها؟ معناها الناس اللي عندها أمراض، وإحنا باش نحكيوا على هذه الأمراض وشهر الصيام، إن شاء الله ما تكونش فيها توعكات ومضاعفات صحية، وهذا ما نسعى إليه من خلال هذه الحصة. إذا مرحبا بكم مرة أخرى في الحلقة الأولى، وإن شاء الله صيامكم مقبول للناس اللي باش تصوم، واللي مش تصوم كذلك ربي يعرف موانع هذه الصيام خاصة منها المرضية. إذن موضوع حلقة اليوم وأول حلقة باش يكون خاص، هذه الحلقة باش تكون خاصة بمرضى السكري ومرضى القلب والشرايين وشهر رمضان والصيام وهؤلاء المرضى في هذا الشهر، كيفاش تمت عملية المراقبة الصحية متاعهم، هل تمت أم لا، إن لم تتم هل ماخذين احتياطاتهم، أطباء موجودين في الاستوديو حتى يثريوا هذا اللقاء، وباش يكون التواصل مباشرة مع الأطباء باش نقصنا شوية من الحديث عن هذه الأمراض، ونخليكم مع الأطباء حتى تاخذوا فكرة أكثر على الحالات نتاعكم وصحة ما قاعدين تقوموا به، خاصة منهم المرضى اللي عندهم مرض سكري وأمراض قلب وشرايين. إذا نبدأ بتقديم ضيوفي الحاضرين معايا. قبل ما نقول على أسامي ضيوفي، حبيت نقولكم اللي بإمكانكم التواصل معنا عن طريق رقم الهاتف اللي هو 71 800 814، عن طريق البريد الإلكتروني اللي هو عنوانه santé@tunisia.tv.tn. نبدأ بتقديم ضيوفي اللي حاضرين معنا. يحضر معنا الأستاذ والدكتور سالم كشبورة، ورئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى عبد الرحمن مامي أريانا. مرحبا بك دكتور، سعيدة باستضافتك اليوم، ليك برشا ما جيتش بحذانا دكتور، مرحبا بك وشهر رمضانك مبروك. تحضر معنا الأستاذة والدكتورة هندة جموسي كمون، وهي رئيسة قسم أمراض السكري والتغذية بمعهد التغذية. مرحبا بك دكتورة، أيضا سعيدة باستضافتك. وتحضر معنا السيدة مريم كشوك زعايبي، وهي مختصة في التغذية بمعهد التغذية. مرحبا بك. إذن في آخر الحصة باش يكون لقاء مع رئيس جمعية وجبة لكل تونسي، سنتحدث عن هذه الجمعية، وأيضا باش يكون لكم ربما مش نقولوا احنا وجبة للناس اللي عندها سكري واللي عندها مشاكل في القلب والشرايين. فهمتوا على شنو نحكي؟ نحكي على السكر ونحكي على الملح. اذا هذا ربما هذه الوجبه الغذائيه باش تكون ديتيتيك، باش تكون وجبه فيها ربما منافع كبيره، بما انه ناقصه سكر وناقصه ملح، وهي تنجم تكون ايضا صالحه حتى الناس اللي ما عندهمش امراض. اذا مرحبا بكم مره اخرى، مرحبا بضيوفي، والتواصل معنا بامكانكم ذلك عن طريق البريد الالكتروني عنوانه santé@tunisia.tv.tn، عن طريق رقم الهاتف اللي هو مفتوح على ذمتكم من الان 871 800 814. إذن نبدأ بأمراض القلب والشرايين، لأن الأسبوع الفارت كنا حضرنا شوية الناس اللي عندها مشاكل في السكري متاعها، مع التغذية كان تكلف بذلك، وكان قام بتقريبا شهر وأسبوع حملة مجانية كل يوم سبت، المعهد مفتوح حتى يتقبل الناس اللي شاكة عندها سكري، ناس عندها سكري لكن مش مريقل، أو ناس تحب تراقب، تحب تعرف هل هي أمورها منظمة وتنجم تقدم على هذا الشهر بدون مشاكل صحية. إذا دكتور، كيفاش كان التعامل مع المرضى متاعكم اللي يقبلوا على القسم اللي ترأسه سيادتك وعلى المستشفى في هذا الشهر المبارك؟ يعني هل كان فما استعداد؟ هل فما وعي من هؤلاء المرضى؟ شكرا. هو بكل صفات في كل موعد متاع سيدي رمضان يجيب بركته. العباد ماذا بيها تجي، والعباد تحب تسمع وتحب تفهم، هل ترى عندها إمكانية أنا باش تصوم ولا ما تنجمش تصوم، وشنو اللي ممكن يصير لها إذا كانت تصوم، معناها من غير ما معناها تصير لها مشاكل، تصير لها مشاكل وشنو نوعية المضاعفات وإلى آخره. بطبيعة الحال هو في الموضوع هذايا بالنسبة معناها أمراض القلب والشرايين، اول حاجه الوضعيات الحرجه يعني لي سيتواسيون كريتيك، هذوكم ما ينجموش باش يسيموا مكان صفات معروفين، لانه باش يكونوا يا اما في مستشفيات راقدين والا فهمت ولا خارجين من فتره نقاهه، يصعب انه الشخص باش ينجم معناها يؤدي الفريضه بتاع الصوم من غير ما تكون عنده اشكاليات ممكن. الحاجه الثانيه سيكو ديما التعامل في مع الصوم هو النقطة الأولانية الوضعية متاع
الوظيفية متاع القلب يعني لا فونك شوي موديناميك. هل ترى ثم إشكاليات ولا ما ثماش؟ الوظيفة باهية ولا مش باهية؟ هذه عندها تأثيرات. نوعية الأدوية العلاج اللي تعطيه، لأنه ممكن تولي تخير أدوية اللي عندهم فعالية مدى فعالية متاعهم أطول شوية، وقت اللي تعرف أنه شخص قادر أنه باش ينجم يصيم لكن تعاونه باش تكون عنده تغطية كاملة على الأقل مدة 22 أو 24 ساعة 24 صعيبة على الأقل مدة أطول مدة ممكنة فهمتونا تكون عنده مع العلم أنه 16 ساعة ونص تقريبا بدون أكل من غير أكل. وثم أنواع من الأدوية اللي ممكن إنسان في وضعيات معينة عند أشخاص كبار ولا غيرها ممكن تبعد عليهم، مثل تاخذ شخص كبير هو متقدم في السن وتستعمل معاه معناها الديوريتيك ما نعرفش كاش باش نقول الديوريتيك هما الادويه اللي يجريو ممكن تشيحوا من الماء في فصله نتاع الصيف، معناها يلزمك تاخذ احتياطاتك. ثم عده قواعد اللي نستعملوهم باش نقيسوا بهم ونحاولوا باش نعطيه النصح اللي يلزم بالنسبه للمريض. الحاجه الاولى نقول نصح، لانه احنا ما نجموش نحكموا على الشخص في قراراته الشخصية في حد في ذاته، لكن ننصحه نعطيه الثنية اللي باش يتوجه بها ونعطيه الطريقة اللي نجم باش يتعامل بها مع المرض نتاعه، ومن بعدين هو دليلون لك ينجمه. معناها فما خطوط حمراء ما فيهاش نقاش في بعض الأمراض القلب والشرايين، كيف شنو مثلا؟ معناها إنسان عنده جلطة صدرية، معناها جلطة قلبية معناها ريسانت قريب معناها تنجمش انه ينجم تقول جلطه دكتور تقول يعني بتسريح، معناها صار فيها تسريح تنجم تكون صار فيها تسريح، لانه اذا كان باش نحكيو بالجلطه ومن غير تسريح معناها احنا وقتها نرجعوا 30 سنه لتالي. ما ثماش ما نتصوروش كونه جلطه او ذبحه صدريه في وضعيه حرجه وما ثماش التسريح، معناها في اقرب وقت ممكن ماذا بينا في السوايع الاولى، واذا كان خلاف هذاك حتى من بعد، لكن اللي من بعده ثم ادويه ثم علاج ثم اشياء لازم تاخذها بالتوقيت نتاعها. ما تنجمش فهمت ولا باش تجي للشخص تقول له انت صيم وخذ كل في الليل على بعضه وخوه على ابوه فهمت ولا مقابل سن مارش با دوك مجبور عليك انه باش تقول له في هذيك الفتره هذيك انه كيلزمك ثم هي مسافه تقريبا نتاع اللي وقت اللي يكون ثم اللي يسميو فيهم روسور والستاند، أنا على الأقل يزم ما بين شهرين وثلاثة شهر باش نوندوترياليز معناها الانتريور متاع الستاند. اي دونك ا بارتي سو مومون لا اون بو رونتري دون لا كرونيسيتي دون لو تريتمون، معناها نجمو ندخلو في مرحلة أخرى مقبل ماذا بينا لا العلاج في وقته في 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 بالطريقه اللي وصفها له الطبيب ما نجمش باش يوقف عليه. يعني مش كان بالضروره ينجم يكون كما قلت لك نجم تكون ثم ضعف وظيفي. هل الضعف الوظيفي نجم نحطوه في انسوفيزونس كارديال؟ هذيك هو كارديال في قصور قصور قصور, قصور لا 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 الوظيفه نتاع القلب. يعني انسان يعمل يعمل انفاركتوس تكون عنده ديسفونكسيون وانتريكولار غوش كبيره، معناها بطبيعه الحال ماهوش قادر باش يلزم ياخذ دويات، يلزم يكون محل متابعه، لكن ما ينجمش باش يكون معناها انسان كيف ما الشخص اللي عنده قصور في الكلى، كيف ما الشخص اللي ممكن عنده معناها ارتفاع في ضغط الدم ما هوش نو كنترولي، معناها ما هوش مش ما نجمش الادويه باش تتمكن انك ما تسيطر عليه. ما تنجمش فهمت ولا باش تقول له صيم مده 16 17 ساعه ما تاخذ حتى دواء وهو معرض انه باش تكون عنده معناها جلطه، ممكن جلطه في الدماغ، ممكن تكون عنده اي اشكال اخر في القلب. هذا ممكن ليك معناها يلزمنا ناخذ احتياطاتنا منه. دكتور اللي عنده خلل في دقات القلب ومركب بيس ميكر هل هو معني بالصيام ام لا؟ وهل في مرحله معينه يكون معني وفي مرحله يكون مش معني؟ لا هو معناها اذا كان وقت اذا كان مازال كي ركب، انا احنا باش نقول لك حاجه، احنا كنا ركبوا البيس ميكر من الغدوه بعد 24 ساعه نقول لهم يروحوا للديار نتاعهم ويعيشوا حياتهم عاديه. عندهم فاس مو طرف نتاع معناها غرز باش يتنحاو في توا حتى الغرز لا، لانه كي نعملوا الريزوربابل معناها ما حشتوش باش يرجع بالكل. اذا كان مركب البيس ميكر سي ان بروبليم دو بيس ميكر، السيد هذاك
ما ثماش اشكال انه يصيب، لانه ما نحكيش عنده كان ان بروبليم بلوك اوريكولو فنتريكولا، لكن ديما البلوك معناها هذايا القصه يكون اسوسي مع حاجه اخرى. بطبيعه الحال منين جاي الليتولوجي نتاعو؟ اذا كان الليتولوجي نتاعو معناها الي ايسكيميك، يعني جايه من انسداد في الشرايين والا جايه من اشياء اخرى، الوضعيه ما تنجمش تاخذها كان على ما مش واحد. على البيس ميكر وكهو، لكن لازمك تشوف منين جاي وعلاش وشنو هو المرض اللي عنده، واسكو يخول له انه باش ياخذ معناها، لانه البيس ميكر هو يفضلك الاشكال نتاع دقات القلب، عنده 60 دقه في الـ في الـ في الدقيقه باش يعطيه معناها ما يخليهش يطيح لقل، لكن البقيه بقيه ممكن ما تخليهش انه باش يصيب. وساعات اذا كان حاجه بسيطه الاكثر والاقل ديجنراتيف، يعني ناخذها نتاع شخص كبير ما ثماش حاجه اللي معناها كانت هي سبب، كان لو فات اللي كونه كبر في العمر الاكثر والاقل والنوم تاعو معناها طاب ركبوا له البيس ميكر وي نا با سوسي، اذا كانوا سيرتو اذا كانوا كبر برشا بون هو انت يمكن ما عادش ياخذوا عليه، كان يصيب ولا ما يصيبش بسيط. شنو ياخذوا عليه؟ شكون ياخذ عليه؟ معناها انسان كبير فوق من 80 ولا في 90 سنه كان عنده ما عندوش مقدره باش يصيب، ما عندوش مقدره باش يصيب. مش مكلف معناها. مش مكلف يا سيفيني، انا صام مكفاه. اذا ناخذ اول مكالمه هاتفيه. الو. الو، عسلامه. عسلامه، مرحبا بك، شكون معنا؟ امل. مرحبا بك امل، تفضل، معك دكاتره بطبيعه مرض السكري موجود، معناها اطباء مختصين في مرضى السكري، ودكتور ايضا دكتور كشبوره موجود، تفضل. عسلامه دكتور. مرحبا. عسلامه الدكاتره الكل، مرحبا بكم. مرحبا. حبيت بلي حبيت نسأل خاطر أمي مازلت كانت مبيسة في السبيطار عندها السكر، حبيت نسأل هو مرة يطلع مرة يهبط، وصامت معناها نهارين هذوما قاعدة تسوق في الليل تفشل ياسر ما تنجمش حتى تتحرك، حتى كي تشرب الدواء ترقد ديريكت معناها. شنو هي الأدوية اللي تاخذ فيها بالنسبة للسكري؟ شنو هي الأدوية اللي تاخذ فيها؟ أما ما تقوليش أسامي الأدوية، قولي تاخذ في حرابش حربوش حربوش تين تزرق ما تزرقش. لا زرارق لا، اما كانت من الاول تاخذ في الحرابش ومن بعد بدلوها نوعيه حرابش اخرين. هما ثلاثه بقوات حرابش معناها، كل حربوشه تاخذ منهم حربوشتين حربوشتين. ايوه، طبيبه كي كانت هي موجوده في المستشفى عطات قالت لها تصوم وبدل الدواء خذه في الليل. والله طبيبه قالت لها ما تصومش هي على محاله، اما قدرت تبدا انت تنجم روحك صوم صوم ما يسالش ما فما حتى مشكل، اما الماكله معناها ريجيم فهمت نتاع السكر. وانت هي ساعات قاعده تقيسولها؟ قاعدين تقيسولها في السكر؟ اي عندنا لاطاري قاعدين كل ساعتين نتبع لها في السكر. انا قداش تلقى؟ والله البارحه برك جرامات فصل 71 واليوم الصباح صفر فاصل 88، ما فهمتش معناها كي تاكل الماكله يطلع ولا يهبط مانيش فاهمه. قعدوا معنا امل، معك دكتوره تفضل. بس 0.88 شنو هو الوقت؟ نشوفها هون ولا غد. 0.88 شنو هو الوقت اللي قست فيه؟ 0.88 صباحا. سمح لي تسمع فيها امل؟ تسمع فينا امل؟ اي قصته وهي صايمه، يعني لقات 0.88 اي هيك صباحا ولا العشيه ولا قبل الفطار؟ نعم. شنو الوقت؟ الوقت البارح العشيه معناها قبل الاذان قسنا لها نقاوس 0.88 واليوم اي كم بيه. واليوم معناها توا جرادويت فاصل 15 وهي صايم وهي صايمه اليوم زوز جرادويت فاصل 15 باهي. احنا نعرفوا المراقبه نتاع نسبه السكري اللي تعاوننا برشا باش نعرفوا معناها نسمحوا لهم ولا ما يسمحوش باش يسيموا معناتها. وقت تلقى الصباح اقل من 0.88 ولا اقل هنا تفطر بهذا الصباح معناها في اول ساعات الصيام. إيه؟ اذا كان نلقاو 0.70 في اي وقت هذاك تفطر، وبدا يمكن الافطار يقرب مش باهي خاطر يهبط اكثر 0.88 قالت قبل الافطار هذا. اي قبل الافطار هنا قد تقدم على الافطار معناها تنجم تكمل نهار 0.88. إيه؟ لكن هاي اليوم اقل من 0.70 إذا ما تفطر حتى قبل الفطار معناتها. بالنسبة للزوز جرامات و 15 حسب معناها تنجم تكمل الصيام نتاعها، لأنه نقولوا تفطر إذا كان السكر يفوت 3 جرامات. إذا تفطر إذا كان أقل من 0.70 وتفطر إذا كان أكثر من 3 جرامات. هذه الفخشات. هذه الفخشات. لكن هي عادي أنها تكون عندها 0.88 وبعد يولي عندها 2؟ باهي 2 جرامات الصباح يعني هذايا بالنسبة للعشية 2.
زوج جرامات و 15 0.8 صباح وفي العشية لا ولا 0.88 قالت قبل الفطار. سامحيني انا ما سمعتش منك. قدير 0.88 معنا وقت قستهولة قال امس العشية قبل ذلك ساعة اي ولا معناتها سبع. بالنسبة للأدوية نتاعها كيفاش وسنين ترى غنشوفوا 2.55 2.15 قالت لنا 15 2.15 وقتاش اذا توا قستهولة ما صار توا عندي نص نهار هكاك نص نهار معناها تنجم تكمل تصيم نجم تكمل تصيم ماهوش فوق 3 جرامات وماهوش اقل معناها من 0.70 اي تنجم تكمل لكن ما تفوتش 3 معناها اي الادويه نتاعها في الليل كيفاش تستعمل فيهم الاقراص مع شقال الفطر تاخذ في الاقراص نتاعها قداش عندها اقراص امل تسمع فينا اي دوي كيفاش موزع في الليل بعد شقال الفطر الحرابش هما انواع نعطيك الاسم معناها لا لا الاسم ليه ما قداش ما نحربوش هذيك من بعد شقال الفطر ثلاثة حرابش فرد وقت كيفاش توزع فيهم ثلاثة انواع فرد وقت ثلاثة انواع تاخذ فرد وقت معناها مع الافطار ولا في السهرية معناتها ثلاثة امل امك قداش عمرها به امي عمرها 57 سنة عندها مرض اخر لا ما عندهاش السكر نتاعها ما عندوش مضاعفات عندها كيف السكر كهو معناه ما عندهاش مضاعفات والدم 11 عادي معناه باه ومؤشر الجليسيمي منعش كان عندك فكره على المؤشر الجليسيمي نتاعها قبل تاع 3 شهور هذاك قبل رمضان تاع 3 شهور يعطينا فكره على السكر يزمو اقل من 7 حتى اقل من 8 يمكن باش تصيم اي ما عندكش فكره على المؤشر الجليسيمي باه يا امل اي ميساج امل خلي تبزه محلوله ونقص في انا يمكن المشكل هو التقسيم الاقراص نتاعها معليش الصوت بركه الصوت الاقراص نتاعها كيفاش لازم الطبيب المباشر تو هي حسب النتائج اللي عطاتها الصيام ممكن معناتها ممكن ممكن لكن تقسيم الادويه نتاعها الاقراص نتاعها ماذا بها الطبيب المباشر نتاعها يعطيها كيفاش تقسم وكيفاش تعدل خاطر هنا ثم تعديل في كميه معناها الدوز اللي تاخذها ثم تعديل في شهر رمضان في الوقت وفي الكميه هنا يمكن هذايا ماهوش ما وقعش التعديل نتاعو عادي انا تاخذ نتاعها قال لما تصومش وهي صامت يعني اذا كان قلت لها كان تحس روحك سافاسو كان تحس روحك سافابات اما ثلاثه حرابش فرد وقت بعد شقان فتره هما ثلاثه حرابش الحرابش من نفس النوع والا لا ايش يكونوا نوعين مختلفين الحرابش قداش من نوع هما قال ثلاثه انواع ثلاثه انواع نتاع سكر اي ثلاثة أنواع نتاع سكر، ثلاثة حرابش نتاع سكر؟ أي أنا ما سمعتش أول مرة نسمع ثلاثة حرابش أي أي كان نوعين نقولوا أما ثلاثة أنواع نتاع سكر معناها حربوشة من كل نوع هنا أي وواحدة روز وواحدة مارون وواحدة بيزا ماذا بيك تعاود تاخذ رأي الطبيب المباشر باش يقول لك على الأقل كيفاش معناها تتوزع الأقراص نتاعها توزع الاقراس وبيان سور لهنا حسب النتائج اللي عطاتها يمكن تكمل تصيم يلزمها تواصل في المراقبه المراقبه هذه اكيد مش تكون مراقبه نسبه السكر الصباح ما بين 11 ونصف النهار مش يكون العشيه مع الاربع قبل الافطار ساعتين بعد العشاء مهم برشا باش تشوف ساعتين بعد العشاء يطلع لها ولا لا لانه هذه المضاعفات اللي يجم يتعرض لها مريض السكر يا هو هبوط السكري خلال فتره الصيام وارتفاع اي اقل من 0.70 وارتفاع نسبه السكري ساعتين بعد الافطار بما انه احنا وجبه الافطار ناكلوا فيها يعني برشا حاجات وهنا نخافوا من ارتفاع نسبه السكري يعني في السهره بعد الافطار واضح امل عندك سؤال اخر لازم تشوف طبيبه راهو اي سامحني دكتوره بلي حبيت نسالك معناها توا الماكله هي تاكل عادي بالنسبه للتغذيه كيفاش نقول تاكل هيك انت قلت عندها تعمل في ريجيم معناها تاكل في تتبع في النصائح الغذائيه اللي عطاوهم لها ولا لا ثم نصائح عطاوهم لها مختصين في التغذيه هي قبل تبيت معايا ما كانتش ريجيم فهمت توا توا ولا تتبع في اول رمضان روحت هي من السبيطار اي في اول رمضان طلع لها 4 جرادوات فصل معناها طلع لها بالكدا بالكدا وقت اللي مشينا هو عادة مادام وصلوا رقدوا معناها في السبيطار قبل رمضان ولا في أول رمضان يخرجوا راهو السكر مؤشر الجليسيمي مش يكون مرتفع. هو نورمالمون هنا ما تصيمش راهو.
حتى لين نستناه ولا حتى يتري يتعدل السكر انا مش واللي يطلع ويهبط معناها ثم ريسك معناها باش سكرها يبدا فراس مره طالع ومره هابط ثم عدم توازن أي. اكيد مادام مستمر قعدوا عسوا حتى تشوفوا طبيب خاطر تخاف لهبوط الفجئي هذا الهبوط تخاف من المفاجئات معناها وتخاف زادة من هبوط برشا كبير ولا يطلع برشا ولا اي بما انه يظل الادويه نتاعها ما زادتش معناها والادويه ذات ثلاثه فرد وقت حمراء وغاية برا اي ما وقعش تقسيم الادويه كيما امل تسمع فينا؟ اي نسمع فيكم امل لازم تشوف طبيبه خاطر ما نخليوهاش هكايا وهي تحس في روحها تاعها ولا لا؟ والله قريتك دوبا متسكر فترة ديريك تفشل ما عادش نجم ديريك ترقد وما تفشل تفشل على الاخر وكاينها في غيبوبة معناها على شنو تشق فترة اذا كان توصل الجليسيمي منخفضة معناتها نسبة على شنو تشق فترة؟ والله تاكل تحت الشربة اكهوا وتدور من تاخذ برج بطيخ هكاكا اكهوا ما تاخذش غلا برشا طول تاخذ صحفة الشربة ما نعم هنا تجم تاخذ من كعبه الى ثلاث كعبات دقله معناها تجم تاخذ حاجه حلوه لهنا مسموح انه تاخذ حاجه حلوه اذا كانت ترقى نسبه السكر منخفضه مع الافطار وقت الافطار شويه بالكل تبدا بحاجه البطيخ ما كرهش تاخذه بعد الشوربه ديجا البطيخ حلو نو لا مش حتى على الحلوه هي ديجا لازم تاخذ حاجه بو اكيليبغي الحاجات معناتها الحاجات نتاعها كما قالت دكتور جاموسي ماذا بها كعبه دقله ما كثرش نجم نخلطوا ثلاثه ما كوم هي ديابيتيك وما نعرفوش عليها في النهار كيفاش اكيليبغي ولا ديابيت نتاعها ومن بعد تاخذ الشوربه وماذا بينا من بعد تاخذ صحن سلطه وطبق رئيسي نتاعها نعرف ترتاح شويه في الطاوله وكل اما تاخذ الطبق الرئيسي معناتها ماذا بينا معناتها حبوب كامله خبز معناتها قمح شعير ومعاه المرقه اللي باش تاخذها ولا كيلك سوا باش تاخذ كسكسي مقرونتها كونتيتي صغيره ولا الروس لازمها تاخذ حاجه معناتها كونسيستونت ومن بعد نشوفوا اسكو داخت ما داختش منيش والغله انا معناتها من رايي تخليها للسهريه خير. وقتاش تقيس سكرها؟ بعد ما تاكل الماكلة هذيك؟ بعد ساعتين بعد ما تاكل الماكلة الافطار نتاعك من شقال الفطر. امل سمعت سمعتهم ايش قالوا لك الاطباء؟ سمعت عايشك بارك الله فيك. حاول تعمل هكا. دكتوره صغير برشا هي اسكو معناها يخوفك يهبط برشا ولا كي يطلع برشا؟ اكيد اكيد الهبوط برشا مش باهي يخوف يعني نجم يخليها في غيبوبه علاش كي تمشي هي ترقد بربي تفقدوها ما تخليوهاش وحدها. تفقدوها شوفوها حاولوا تقيسوا السكر خضر راسها تفيح اي لهنا تفطر خير نشوفوا لهنا كان تفطر خير تفطر خير هي قالت لي قالت لك مادام كانت في المستشفى مازالت كي خرجت سكرها مش معدل حاولوا نعدلوا في الجمعه الاولى يتعدل السكر مع الدويات اللي باش تاخذها وما تاخذهمش ثلاثه مع بعضهم هكا ما نعرفش نزيد نشوف مع الطبيب هكا ولا تشوف مع هو حتى كان ما تفطر رمضان توا وبعديك تاخذ وقتها وتعدل السكر تاخذ اوتخومون ان شاء الله رمضان اللي بعد يولي اذا كان سكرها يبدا معدل هذه يسمح لها باش تسمح فما حتى مشكل اما توا خارجه من مستشفى لازم تتاقلم على الحميه الغذائيه زاد مرض السكر مش ديريكتومون وي اي اوكي امل ان شاء الله لاباس يا عايشك كيما شيء طيب ان شاء الله بلطف عليها وعسوا على سكرها قد ما تقدروا حتى لا تصير لها تعكرات ويذول تشوف طبيبها حتى تشوف توزيع الادويه خاصه وهل تكمل تصوم ولا لا ربي معاها وان شاء الله بلطف عليها. اذا نواصل الحديث اذا نمر الى نعود الى القلب والشرايين اذا حتى نزيد ناخذ فكره هل كان فما اقبال دكتور؟ هل كان فما رغبه في الصيام ام رغبه في سمعان كلام الطبيب بالمقارنه مع المشاكل اللي تحدثت عليها وبعض الامراض اللي تحدثت عليها سيادتك؟ الاقبال موجود بطبيعه الحال موجود وموجود بكثره قبل سيدي رمضان بشويه. تكثر العباد حتى اللي ما عندوش موعد يجي باش يحب يسال هل ترى انا ينجم يصيم ما ينجمش يصيم اش يعمل اش ما يعملش كيفاش ياخذ الدواء سورتو تقسيم الدواء يطلب انه باش يفهم كيفاش باش يستعمل الدواء نتاعو. بالنسبه لل الوعي نتاع العباد بالمخاطر موجود معناها ثم نوعية تسمع الكلام صحيح معناها تطبق أو معناها وثم نوعيات اللي ما تطبقش في الكل معناها حتى كي تقول لهم معناها ثم بدري معناها تنجم تشوف حالات استعجالية من جراء الصيام في شهر رمضان من ناحية القلب يظل نشوفوهم من ناحية السكر أكثر أما بالنسبة للقلب نشوفوهم سورتو إذا كان عنده لا تلقى يعني شخص مثال
ارتفع الضغط نتاع الدم نتاعو وعمل لي موراجي سيريبرال ولا عمل لي اكسيدون فاسكولار سيريبرال يجي سي ما ينجم يجي ينجم يجي بون اللي توا لا ما عندناش الحمد لله يا رب مازلنا في الاربع ايام ولا خمس ايام الاولانيين وان شاء الله لا ان شاء الله. اما لا بلوبار ما انا شوف هي العلاقه علاقه ثقه ما بين الطبيب وما بين المريض نتاعو. اذا كان معناها المريض ثيق في الطبيب وبطبيعه الحال باش يسمع من الكلام نتاعو باش ياخذ من الشيء اللي باش يقوله له. وفي مكثر الحالات فهمت انه الطبيب ما يفركسش باش يفطر مريضه. الطبيب يفركس باش يحمي مريضه من مضاعفات ومن دي كومبليكاسيون ممكن تصير له من جراء الوضعيه نتاعو. اكيد. اذا دكتوره هل خمس ايام هذوما اليوم خمس يوم في شهر رمضان هل شفت حالات استعجالية؟ اكيد اكيد شفنا حالات بالنسبه لمرضى السكري. انا قلت بالك في ثالث اسبوع اما مش في الاسبوع الاول. لا نشوفوا الحالات راهو ثم الحالات. نعطيك مثال شفت انا نهارين مريض السكري يعالج بالانسولين به يعالج بجرعتين صباح وفي الليل من غير ما ياخذ راي الطبيب نتاعو من غير استشاره الطبيب. جاي شفته البارح اش قال لي؟ حافظ على جرعه واحده نتاع الليل ونحى واحده جرعه ثانيه واحده 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 تصرف هذه مش ممكن به. وقعد يقيس في الصيام ولا لا؟ قال لي قست قد ايه؟ 3 غرامات و50 الصباح 3 غرام. قلت له شنو عملت؟ قال لي مازلت صايم. هذا مش ممكن اكيد هنا هذا يجم تتعكر حالته وترتفع نسبه الخليون لاسيتون يولي مش يرقد معناه في المستشفى باللاسيتون. هذه حاله ارتفاع كبير في نسبه السكري مفرط اي نعم. وثم شكون زاد يصوم هو بالانسولين وما الحالات اللي بالانسولين راهي حالات صعيبه شويه معناتها واحد يزمو ديما يدرس بالحاله ويشوف يصوم ما يصيمش وثم تعديلات مثلا ثم شكون يصوم وخلي الدوزه هي بيدها معناها الدوزه ما يعدلهاش هذايا يجم ينخفض يتعرض الى هبوط في نسبه السكر هبوط حاد ويجم يؤدي الى غيبوبه ومشاكل هبوط يؤدي الى غيبوبه اي اللوكوما هيبوغليسيميك هذوما الحالات اللي نجمو نشوفوهم برشا مع الحالات الاخرى الاكيد مريض السكري اللي عنده التعكرات المضاعفات الاخرى كيما امراض القلب اللي ذكرناها والضغط الدم اللي هو غير معتدل معناتها اكيد لهنا باش يعرض روحه مع زاد كيف هنا ثم لو ريسك دو لا ديستراتاسيون الجفاف يتجفف مع واحد ما يشربش برشا ماء عدد الساعات معناها تاع النهار برشا ارتفاع نسبه الحراره هذا اكيد الجفاف ماشي هو يعكر في نسبه ماشي يزيد يطلع في نسبه السكر نتاع الدم وماشي يطلع يخثر الدم يتسبب في تخثر الدم ويمكن يؤدي الى المشاكل نتاع الجلطه والجلطه في المخ والذبحه الصدريه والمشاكل هذوما. دونك هنا ديما مريض السكري احنا شو نقولوا مريض السكري من نوع واحد هذاك متفاهمين فيه ما يلزموش يصوم مع انه يعالج بالانسولين ويجم ثلاثه مرات يزرق الانسولين دونك ما ثماش امكانيه باش ما نحكيوش عليه بالنسبه لنوع اثنين. ثم الحالات اللي ينجموا يصوموا ثم الحالات اللي مع تعديل الدوية ينجموا يصوموا والحالات اللي ينجموا يصيموا هنا يلزمنا ياخذوا النصائح فيما يخص التغذية والنصائح فيما يخص مراقبة نسبة السكر. قلنا لو وقعت شنوما قلنا الحالات شنوما اللي يلزم فيها يوقع قطع الصيام معناتها واكيد دونك نصائح التغذيه والنصائح فيما يخص تعديل الادويه توزيع الادويه والدوز معناها الكميه والنسبه ثم الكميه والتوزيع نتاعها معناها مهم جدا هذا واضح. ناخذ مكالمه هاتفيه اخرى. الو الو عسلامه عسلامه مرحبا بك شكون معنا؟ عسلامه مهدي من زوزه. مرحبا بك مهدي تفضل معك دكاتره. عسلامه مدام عواطف. مرحبا تفضل مرحبا بك مدام عواطف. انا عندي امي معناها عديت عندها مده قالوا لها قال لها طبيب عندك الفالف يضيع في القلب. ايه نحب نعرف معناها ايش معناها الفالف بالضبط ايش معناها يضيع ونعرف يعني يؤثر معناها على مهدي ايامها. قداش عمرها صح؟ عمرها 61 61 سنه. وطبيبها كي شاف هذا الكل شنو اللي عمل لها؟ الطبيب عطاها حرابش تشربهم على طول معناها حرابش ما فهمت معناها مش خطيره معناها الحاله. تحب تفهم ايش معناها شنو اللي عندها وهي صايمه اليوم ولا لا؟ صايمه شهر هي تصوم هي نحب نعرف معناها ياثر على صيامها ولا وش لازم تعمل معناها باش تحافظ على حالتها الصحيه. اخذ معنا مهدي دكتور كشبوره معك. اوكي مرحبا مهدي. هذوما امراض الصمامات ليفالف
ينجم تقول لي 61 سنة وثم فالف الضيع، ينجم يكون الفالف أورتيك معناها الفالف الكبيرة الأبهر يظهر لي يعني. ولا الفالف ميدخال اللي هي الاسم بالعربي ما نذكروش بالكده الميدخال ميدخال ما تعرفوش. على كل لو انه كان ثم تضيع متاع الدم كبير وكان ثم معناها مضاعفات على العضله متاع القلب من تضيع الدم هذايا، ما نتصورش كونه طبيب يعطيها كان حبات بركه بتاع دواء ويقول لها روح وتنجم تصيم وتنجم تعيش لاباس عليك وما ثم حتى مشكله. حسب رايي معناها سي بلوس ديجينيراتيف، 61 سنه صغيره شويه على الديجينيراتيف لانه لي فام سي ان بو بلو اكبر شويه في العمر اللي تظهر لي زاتان ديجينيراتيف، و سا دو تيتر كلكو شو معناها حاجه بسيطه حاجه صغيره بكل اللي يلزمها المراقبه الاكثر والاقل، وما ما عندهاش تاثير كبير إذا كانت كل مراقبة تامة. مثال إذا كان زروسة عندها فيهم إشكاليات يلزمها الداوي، إذا كان عندها أمراض معناها انفكسيون تعفن في خشمها ولا كلاجمها ولا غيرها يلزمها الداوي عليهم، إذا كان ثم أي تعفن في الأبدان متاعها يلزم الداوي عليه، وفي العادة مراقبة مستمرة أكثر أقل على أساس مرتين في السنة في متناول كافي. وما نتصورش منيش الحاجه بركه كي تبدا بسيطه دوش اللي حرابش، معناها ممكن ثم حرابش اللي جريو البول عطاوها لها هكا. هو عطاها باك وتستعمل شطر حربوشه كل يوم، معناها شطر حربوشه على طول وهي عدات دكتور عندها عام كما نقولوا احنا فاق، معناها اللي عندها المشكله فالف وعدات تو عندها حكايه جمعه قال لها معناها ما زادش هو بيده معناها الضغيه نتاع الفالف وعطوه باكو حرام شغل تستعمله. ما نتصورش انه مخطر بكل، يظل تكمل التبع مع الطبيب نتاعك. وهذاك تضيع الدم هو ما مش يضيع البرة او في وسط القلب، ما هوش باش يخرج من القلب ويكون ما بين الاوذين والبطين، يعني هما ياسر مسمين وحدات سي لي زانسوفيزونس معناها موجودين ما بين اما ميدخال ما بين الفونتريكول ولوريت غاش وما لا اورتيك ما بين لاورت والفونتريكول غاش، وهذوما فهمت ولا في العاده معناها اكثر حاجه هو الامور ديجينيراتيف. ديجينيراتيف سي الاشياء اللي تجي تصلب نتاع لي فالف، هذوما يجي بالنسبه لاشخاص كبار في العمر، لكن هي كما قلت لك 61 سنه ما زالت صغيره، سيت ان ادولت باز انكور معناها اون بيرسون اجي ان سينيور. صيام دكتور هل تصوم؟ اذا كان حاجه بسيطه ما ثماش اشكال، مي سا ديبون سيرتو من النوايا نتاع الحرابش اللي تاخذ فيها. اذا كان يجري اذا كان يعطي فيها في يجري لها في البوله منشيره ويخليها 17 ساعه معناها ما تشربش ماء، ومعناها ممكن ديزراتاسيون بعد نهار اثنين ثلاثه اسبوع اسبوعين نخلطوا لهم. اي سا سا بو ديستابيليزي تنجم كل شيء يتقلب في البدن نتاع الشخص. دونك نوعيه الدواء نوعيه الاستعمال نتاعه هو اللي معناها ينجم يخليها تصوم ولكن يبدل لها الدواء كان هو يسبب في جريان اكثر للتبول معناها اكثر. هل قالها تصوم مهدي؟ وي قال لها ميساج تصوم ما عندكش مشكل. دونك با سوسي دونك سيرتانمون يستعمل في حاجه اخرى بتاتر. شو جزيل ليك مهدي، تحب تسال سؤال اخر ان شاء الله باللطف عليها؟ ميرسي ونشكركم برشا. شهيه طيبه ميرسي، نشكرك انا وان شاء الله باللطف عليها. اذا الغيجيم مهم جدا او ال ميرسي شكرا يعطيك عيشك. ميرسي يا مهدي، ميرسي نشكرك. شهيه طيبه يفضلك. اذا معك مريم كشوك، بالنسبه للغذاء لمريض القلب والشرايين، هل هو اللي يقول ريجيم بالنسبه لمريض القلب والشرايين يقول نقص الملح ويقف غادي ولا لا؟ والله مش كان الملح، سورتو العباد اللي باش تصوموا عندهم كما قال دكتور على اللي يجموا يصوموا وعندهم بروبليم كاردياك ولا عملوا قبل الانترفونسيون ولا حاجه، انا ننصحهم اكثر حاجه معناتها مش كان الملح، تنقيس الملح. ديجا حتى تنقيس الملح فما ديزاستيو ساعات في كل حاجات فيهم جبن باغ اكزومبل ولا فيهم عظم ولا حاجات اللي فيهم الحوت وكل ما ثماش علاش باش يحطوا الملح، هذه حاجه كليغ ديجا. ابار الحاجات اللي تحط فوق الطاوله سورتو في
رمضان معناتها انا غماركي الناس الكل ياخذوا كل الحاجات الزيتون وكل الملح وكل لي كورنيشون صغار لبسه يحبوا يزينوا بهم الطاوله ويزينوا بهم الماكله ماذا بينا حتى اللي عنده شكون يعرف ويشتي وكل ماذا بينا نحاولوا ينقصوا ويبعدوا عليه الماكسيموم خاطر ياخذوا كعبه الاولى والثانيه وبعد تولي عاده ويزيد حتى شهيه الماكله تكثر معناتها بخلاف هذاك نسيت بوردو لو معناها خليهم يشربوا ماء يشربوا برشا ماء انا سورتو على العطش خاطر زاد الحاجات المالحه برشا كيما حاجات الحلو ولا سورتو في السحور هذاك نحكيو عليه زمان بعد ماذا بينا نبعدوا عليهم الحاجات اللي هذوما يعطشوا برشا ماذا بينا بالعكس في السهريه نستغلوا السهريه في شرب برشا ماء ولا حاجات اللي يبداو معناتها كيما نقولوا احنا ان جو فري يتقد في الدار ولا غله حاجات طبيعيه مش حاجات اللي تبدا فيها مضافه هل السكر سكر يعني حاجات حلوه في السحور تخلينا نعطشوا زاده نعطشوا برشا والحاجات الحاره زاده خاطر فما شكون يتسحر الحار ومالح بطبيعه زاده تعطش برشا وزاده القهوه في السهريه برشا عبيد شو برشا قهاوي ولا تي وكل نعرف اللي لازم وفما عبيد عاده هذيك حاجه فيكس لازم القهوه كل قهوه تتعدى بمشي ياخذ قهوتين وثلاثه الحاجات هذوما الكل يعاونوا على يساعدوا اكثر على التبول وديجا الاملاح المعدنيه والفيتامينات والكل يخرجوا دونك احنا ماذا بينا ديجا الفتره صغيره من وجبه الافطار حتىش للسحور ماذا بينا نستغلوها باش نعوضوا الحاجات اللي حاجتنا بهم من فيتامينات املاح معدنيه والياف. بالنسبه للسكري هل هو تنقيص سكر فقط ام لا؟ كيف كيف مش كان السكر زاد حتى للعبيد اللي عنده مشاكل في امراض القلب والشرايين ماذا بينا يبعدوا على الاطعمه الدسمه حاجات اللي مقليه ولا هكاك الحلو المشحر المقلي زاد برشا زاد كيف كيف في السهريه خاطر يحبوا ياخذوا مخارق زليبيا حاجات انا كاني ما نقول الحاجات الباهيه اما نقولوا ما ينساش الحاجات اللي توانسه الكل معناتها انا بيجي ناخذ منهم نحاولوا نختاروا الحاجات اللي اقل شحور اقل قليان نجموا ناخذوا غريبه ناخذوا مقروض في الفور فهمت نعملوا كريمه في الليل محلبيه برشا تعجبهم زايده بسيسه جاريه مش لازم ديما ناخذوا نعرف باش نشتيو باش ناخذوا كل حتى كي ناخذوا لازم كميه صغيره ما نكثروش. واضح اذا في انتظار مكالمات الهاتفيه دكتور كشبوره هل ان قلت النوم فما تليفون لحظه نسال السؤال هذا وناخذه هل قلت النوم والسخانه ينجموا ياثروا على مريض القلب والشرايين؟ بطبيعه الحال هي اي مريض اي نوع من الامراض شوف البدن معناها ثم ان سيكل موجود فيه دي سيكل دي في دي سيكل دو سومي بتاع راحه اذا كان الانسان ما يحترمش شنو البدن نتاعو باش يطلب عليه راحه نوم كذا اخره بطبيعه الحال باش تكون تعكرات تجي وراء هالتغييرات هذه دونك نوم اكل ما هوش الكميه الاكل سياسي النوعيه الكاليتي يعني النوعيه نتاع الاكل نتاعو وانت ولي سيزون معناها رمضان في الصيف مش رمضان في الشتاء دونك سي ديفيرون معناها لازم نتجنبوا السخانه ونبتعدوا عليها خاطر تزيد تاثر علينا واحنا نبداو ناقصين ماء بطبيعه الحال هو توتي فاسون السخانه ما خاطر السخانه زاده اش تعمل بالنسبه للشرايين دكتور مش كاينه هي باش تحل الشرايين باش توسعهم معناها يفاي افوار فازو ديلاتاسيون لانه كيف ما الرادياتور بتاع الكهرباء باش يدور الماء اذا البدن يسخن هما الشرايين هذوكم باش يعديوا ويدوروا الدم فيه ويبرد فهمت ولا البدن نتاع الشخص دونك يكثر العرق دونك يفا بيرد باش يضيع ماء واملاح معاه موجودين وبطبيعه الحال فهمت ولا ينجم يخفض من معناها ضغط الدم فهمت ولا بالنسبه للاشخاص وينجم يوصلهم الى حالات أنا ممكن صعبة ليزانسولاسيون إلى آخره فهمت دونك مش بالضرورة كونه بس مش أسهل دكتور إذا كان يصبحوا يخدموا ياخذوا غرضهم من النوم باش نقص ياخذ قسط من الراحة مهم ناخذ مكالمة هاتفية أخرى ألو ألو عسلامة مرحبا بك شكون معنا؟ ألو عسلامة مرحبا عايشة أختي وينكم؟ شكون معنا؟ بربي مدام ستيت نحب الدكتور نتاع ديابيت مرحبا بك تفضل معاك يعيشك بربي عندي راجلي اني ديابيتيك ويعمل في الانسولين ايه يعمل 3 فوا الانسولين هو كان افيك دي كومبريمي مي ابري لي باسي ديريكت للانسولين
والانسولين عنده لو ماتان 6h48 1.81 وبعد وصل 2.70 و2.12. alors ce qui fait مانيش عارفه يعني على الصيام مره تاع 6h48 اني تاع العشيه نتاع العشيه سي سا 18h48 وي بلش قال فطر بساعه تقريبا اي فوالا وعنده بعد شقال الفطر 2.78 اي بعد ساعتين بعد ساعة ونص باه وعنده 2.78 زاد بعد ساعتين زدت له يعني نشوف له في الميموار اللي هي تحط 2.70 اها الوغ سو كي في ماهوش حابب يفطر وما صايم وهو ديجا إلي أزميتيك Il est asthmatique. Asthmatique, oui. Il était hospitalisé avec l'asthme. Il a eu un problème dans les poumons. Il a un abcès. On crache même un abcès, mais après ça, j'ai fait le traquerat من الدويات اللي خذاهم هو في السبيطار ولا ديابيتيك. خذ دويات في السبيطار يا اخي ولا عنده ديابيتيك هكا ولا عنده سكري باهي عمره 70 هو 70 سنة زوجك طبيب واش قال له يعني الانسولين قلتي زرق فيها ثلاثة مرات هل قسمهم له؟ نورمالمون توا فوا باغ جور قسمهم له بعد شقان الفطر والا قال له ما تصومش هو الطبيب نتاعو في فرنسا واحنا هنايا توا بوندون لي فاكونس جينا احنا لهنايا انتم ما تعيشوا لبرا تعيشوا في فرنسا نعيشوا لبرا نعيشوا في الخارج وجينا نعديو في رمضان هنا قبل الغاديكاي في فرنسا مره يقولوا له صوم مره يقولوا له افطر مؤشر الجليسيمي قد ايه الهيموجلوبين عندك عندك السكر نتاعو اللي في 3 شهور يقيسوا قد ايه والله ما جبتوش معايا اقل من 7 اقل من 8 ولا اكثر اقل من 8 اقل من 8 اقل من 8 اي الزريقه كيفاش زرق فيها الانسولين في الليل بعد شقان الفطر بشويه وفي الوسط بعد شقان الفطر بعد شقان الفطر بشويه ومن بعد في السهره وفي الشقة وفي السحور وديما طالع يزرق هذوما هما الواحد نتاعو الكوليكيت 2.12 2.70 1.81 1.98 ما يصيرش اقل من هذا عنده الانسولين البطيء او الانسولين السريعه عنده زوز اي بالنسبه للسكر نتاعو ما فيش مضاعفات ما عندوش مضاعفات لا اي وبالنسبه لكميه الانسولين وقع فيها تعديل والا لا مره ياخذ 6 مره 7 مره 12 مره 13 كل مره ياخذ وحده هو معناها ما غير اني عطيني اني الطبيب يقول لي مثلا اعطيه 13 اعطينا احنا ان كارني والكارني بالكونتيتي اذا كان يطلع 1.2 نعملوا 12 والا 9 اذا كان يطلع 2 كالك نعملوا له 13 مثلا ولا 14 يونيتي فهمت واذا كان طلع اكثر من 3 نعمل له اني كرابيد كي باش يهبط شو مدام بالنسبه للحاله هذه نورمالمون ما يسيمش بالانسولين ياخذ بالانسولين السريعه والانسولين البطيء او 3 مرات يزرق وانت قلت يزرق في السهريه 3 مرات ما بين افطار وسهريه وسحور هذه مش ممكن دونك لهنا من المستحسن انه يفطر باش ما تتعكرش حالته ما نوقعوش في مشاكل ويجي من السكر نتاعو معناتها يتفرعص انت الانسولين تاعك تاخذ فيها من تونس ولا جبتها معاك؟ لا جبت فيها من فرنسا. اي ما هذا ما يمنعكش انك تشوف طبيب اذا كانك باش تعديو شهر رمضان في تونس، ما يمنعكش انك تشوف طبيب تونسي معناها يقرا فرد قرايه ويسون اجور. اي نعرف نعرف يسون كومبيتون ايسي، جو دي با لو كونترير، اما على خاطر احنا مازلنا كي جينا فهمت؟ يعني قلت له افطر هذا معناتها طالع هابط ماهوش نورمال فهمت؟ اي شنو هي الانسولين اللي زرقها في السهريه هذه؟ هي الانسولين السريعه. السريعه ولا البطيئه؟ السريعه. علاش في وسط السهرية مش مع الإفطار مثلا بالنسبة للأنسولين؟ البطيئة يعملها مع الإفطار البطيئة مع الإفطار والسريعة يعمل دوز معناها في السهرية وفي السهرية وفي السحور شنو ياخذ؟ في السحور ياخذ البطيئة الثانية أي الثانية من غير ما توقع أي تعديلات في الدوزة نتاعو معناها من طرف الطبيب المباشر نتاعو أي خلاص هنا بون إذا كان معناها هو باش يشد في الصيام وباش يلزم ثم تعديل اول حاجه هيك السريعه تكون مع الافطار قبل ما يفطر معناتها خاطر احنا نعرفوا السكر باش يطلع سورتو مع وجبه الافطار علاش في السهريه ياخذها شنو باش ياخذ من بعدها في السهريه معناتها هي انسولين سريعه مش تجي قبل الوجبه الرئيسيه مع هذا
يلزم نعدلوا في كميه الانسولين البطيئه الاخرى اللي ياخذ فيها ثم تعديلات لازم تصير. بالنسبه للدوزه نتاع اللي ياخذ فيها هو عاده الصباح نورمالمون يولي ياخذها مع الافطار، والدوز اللي ياخذها في الليل عاده ياخذها في السحور، لكن ياخذها موتي دوز معناها شطر الدوز هذايا مع المراقبه المستمره ويوقع التعديل نتاع الدوز هذايا. هذايا معناها شنو النصائح اللي نعملوا بها معناها عندك سؤال اخر؟ والله هذايا هو عنده لي ميديكامون اللي ياخذ فيهم تاع الايروسول خاطر اللي ازمه عنده مشكل عنده مرض. حبيت نسال اني اسكو الايروسول يفطر والا لا الدكتور كاش بغا تنجم تجاوب. عنده مشكل انسفيزونس ريسبيراتوار. عنده اذا سيست انسفيزونس ريسبيراتوار هو بالنسبه للقواعد مش انا باش نقول خاطر لازم تجيبوا شيخ يحكي معاكم شنو اللي يفطر وكيفاش يفطر ولا اما الوفات اللي يتعدى ديجا راهو بالنسبه لي يفطر يفطر معناها يفطر خير خاطر يريقل سكر وزاد معناها يخلي سورتو انه طبيبه مش بحذاه ويعدي لبرا معناها باش ما تصيرلوش تعكرات وكان لطف الله لا تقدر فما مشكل يزم نشوفوا طبيب معناها في تونس. داكوغ ان شاء الله باللطف عليه يعيشك. نشكرك انت على اتصالك وان شاء الله باللطف وان شاء الله رمضانك مبروك. عيشك شهيه طيبه. ميرسي بوكو شهيه طيبه. بفضلك. اذا ينضم الى الاستوديو تاج اللي هو لبسته لبسه شيف لكن هو رئيس جمعيه اكله وجبه لكل تونسي. انا احكيو فيها بعد قليل لكن خليني نكمل شويه بعض النصائح الغذائيه حتى نتعدى ربما لهذه الجمعيه وحتى نحكي معاك على تجربتك في انك تساهم في ورشه عمل مع الاطباء المختصين في امراض السكري والتغذيه والغدد حتى تكون وجبه خاليه من السكريات وخاليه ايضا من الاملاح وهذا ايضا يهم امراض القلب والشرايين. اذا شنو نجم نقولوا للساده اللي يسمعوا فينا في انتظار انه مكالمات هاتفيه؟ اذا مازال عندنا تقريبا ربع ساعه مباشر. ما هي أهم النصائح دكتوري اللي نجمو نعطيوها للناس اللي عندها أمراض في القلب والشرايين ودخلت على صيام وربما ما استشرتش الطبيب نتاعها؟ لا تستشير الطبيب نتاعها يجب يمشي يبخلوا في رمضان. أهم حاجة أنا يفو كومنسي بار لو كومنسمون. اثنين ثم الاستطاعة اسكو معناها الطبيب هو باش يحاول يحكم يجوجي على أساس معطيات اوبجيكتيف منها العمر نتاعو منها نوع المرض نتاعو مدى نتاع التقدم نتاعو لونسيانتي والتقدم في الى اخره نوعيه الادويه اللي يستعمل فيهم عمداهم الى اخره باش ينجم معناها يجي الانسان يقول راهو انت كيفاش تصيم ممكن تصير لك تعكر ممكن جايز مش فرضيه انا كيفاش تصيم راهو يصير لك ممكن وراو من المحبذ انك تفطر او من المحبذ انك تستعمل الطريقه الفلانيه او نغيروا الحاجه الفلانيه باش تنجم تقوم بالواجب بتاعك والا فهمتني ولا معناها راو انت عندك الامكانيه انك تصيب بون يا تري بو كلكو اد بيرسون كي سون ان بو ديسيو كي تسمع منك انك تقول تنجم تصيب باش تمشي فهمتني ولا تصيب مي بون في الماكله نتاعهم راهم كيما العاده لابيتويلمون يفودري ميو يوتيليزي دي شوز كي سون ليكيد انتم تعرفوا خير مني من نيتريسيون حاجات فيها سوائل كومونسي با دي ليكيد اسونسيالمون فا يوتيليزي دي فروي ليغوم دون لا ليميت دو سكي توتوريزي لا باثولوجي نتاعو خاطر ثم حوايج اللي ممكن ما تسمحش بها مريض السكري ولا غيرها اكسترا اي لي سكر لون معناها من غير اكثر السكر البطيء الامتصاص الحبوب الكامله يبعد اقصى ما يمكن على المقلي على تقليه الماكله يحاول باش يستعمل المشوي الجرياد فهمتني ولا الكوشه يبعد على الشحومات ايضا بس نورمال والتخليط سي تو تافي لوجي التخليط او ميم طون فرد حم وحوت ولا توازن وبرشا كلهم تلقاهم اون شيل دو بريفيرونس بواسون اون بور ميليو اليوم ماغر بلانش اكسترا سو تو سويت اون دوزي ميليو السمك ومثالش عندهم لابار ايفور عندهم ليتيليتي نوتريسيونيل دو تان زون تان دو لا فيوند روج فهمتني ولا اللحم الاحمر افيك 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 بوكو دو لا افراط معناها افيك بوكو دو موديراسيون بوكو دو موديراسيون. دكتور مريض القلب والتدخين ما ينسبش يدخن هل يسمعوا الكلام؟
هل يسمعوا الكلام؟ معضله. سي ان كيستيون برسك اكزيستانسيال تولي سورتو ان بارتيكولي في بلادنا، لانه وقت اللي يبدا موجوع، وقت اللي يبدا على الطاوله ونيت اون تران دو ديلاتي، وقت اللي يبدا في الوحدات يقول لك اسمع الشعفه وتوبه، هل اللي عمل لي هذا كان ما زلت نعاود ندور به؟ اموا بليتاخ هو يشوف وجه ربي. يقول لك والله من ساعه لساعه مع صحابي خديت تسويقر كذا تسويق. شوف الدخان بصفه عامه مع القلب ولا الشرايين الاثنين عنده ان سبيسيفيسيتي مع الشرايين اكثر، موجود مع القلب عنده انا معناها اني فيكي مانيفيست من غير حتى اشكال فيه، وعنده سيرتو على الشرايين نتاع الساقين عنده ان سبيسيفيسيتي اونكور بلوز امبورتونت، يعني من الشيرات الكل نجم يسكر العروق اللي ماشيه للدماغ، العروق اللي ماشيه للساقين، والعروق اللي عنده في القلب نتاعو. دونك وفوق من هذا الدخان الى جي ايميدياتمون سي سكي سباس بور لي جون الصغار، ساعات يبدا عنده une déception amoureuse, sentimentale ou autre, voilà scolaire ou à l'université. Bon, vous avez changé un tout petit peu les choses parce que les gens scolaires, bon, mais bon. Mais ils passent sa nuit à fumer. Sbah, l'arbre à Kham Sabta, Sbah, et Jibouhoun a 25 ans avec un infarctus. Pourquoi? Parce que le tabac, non seulement il sacre l'arouk, il va au spasme, mais en même temps, il favorise la thrombose, il favorise le dam et le cerveau. Ces deux effets font que des jeunes de 25 ans معناها ديفلوب دي انفاركتوس سون اللي كيما عندك كان حل واحد لازم يخلط في اقرب وقت باش نجم تسرح العرق وتخلي الدم يمشي في البلاصه اللي هو حتى سيركيلاسيون كولاتيرال نتاعو ما تحميش ما عندوش لي جون لا با كولاتيرال ما لازم ينقصهم الحب دكتور باهي هذه هي لا كونكلوزيون يقولوا لي انه ما عادش مش هنا ربع ساعه نسخاي لوحدي معناها نعد وحدي قداش عندي وقت مزال تسمعوا فيا قداش عندي وقت مزال دقيقتين دقيقتين يعطيكم الصحة ميرسي اللي قلتوا لي آخر دقيقة بون باش نمشي لإياد على خاطر حتى نحكي شوية على الجمعية نتاعو ساعة مرحبا بك مرة أخرى إياد إياد أنت رئيس الجمعية جمعية وجبة الكل تونسي أنا مكون رئيس الجمعية مكون الجمعية ما تسمى أنت رئيس بالخفاء أنت عرفت كي تعطينا فكرة على هذه الجمعية وقتاش تأسست هذه جمعية شنو الهدف نتاعها هذه الهدف نتاعها هي باش تعطي وجبة في رمضان محترمة معناها كيما شقاء الفضل كما في دارك العباد حاجتهم بعد العباد المستحقين ما عندهمش امكانيه انه المستحقين تكونت 2014 بدينا 2014 في اول سنتر نتاعنا في سكره في شطرانه بدينا حاجه تقريبا 35 واحد كملنا في رمضان نعمل 350 واحد يوميا معناتها طاوله والكراسي معناتها باش نعطيو معناتها كي نشق فطر واحد في الجمعيه كما في دارك من بدايه شغل الفطر من الدقله حتى كشي للغله وفي ظروف كيما كاينو افيك بوكو افيك دينيتي معناها كما يلزم طاوله والكراسي واحنا نسرفيوهم احنا باش نمشيو نصوروا نهار اثنين ان شاء الله تاخذوا فكره معناتها مش خاطر برشا عباد تخلي الثقافه الذكريه يعطيها احنا بالشربه بالبلا برانسيبال والبريك ولا تاجيل ومن بعد السلطه نتاعنا معناها سلطه خضراء ولا سلطه حوريه مش شويه السلطه نتاع توزيع وبعد في معناتها البلاب معناتها الثانيه يا الحم يا علوش يا معناتها مرقه لعب الكعابر الكسكسي بالعلوش حوت احنا وكل نهار عندنا معناتها منيو كامل معناها فما كل شيء انا نعرف اللي كان عندك تجربه مع الاطباء وخاصه اطباء مرضى السكري والتغذيه والغدد كيفاش كنتوا تعملوا ورشات عمل حتى تشوفوا كيفاش تنجم معناها انت وصلت طيب دي بلا من غير سكر ومن غير ملح معناها ناكلوا موس وشوكولا من غير عظم ومن غير سكر وبنينه وفيها الجو البنين اللي نلقاه انا ذقتها معناها نقول سي فيزابل اون بو شونجي لو جو مي معناها من غير مشاكل صحيه هو شنو انا ما تحسست تجربتي الواحد يستانس معناتها انت شنو تحطوا احنا توانسه تونسي بصفه عامه نشوف فيهم كي يمشي ياخذ كاسكوت سكالوب ولا شاورما ولا يقول يحط الراجل يحط ملح يقول له زيدني ذربه ملح معناها من غير ما يذوق انا هكا انا نجيكم احنا قد عملنا تجربه عملنا 100 قدم راهي فيها ملح امورها واضحه بعد لك ليه قول لي هذه مش مثبت باهي انا بصفه عامه نلوج الملح نحي الملح ونلوج كما نقولوا نحط اللفاحات نتاعنا نحط كمون نحط كروية نحط زعتر تستعمل القارص زاد انت نحط نستعمل القارص كيما الحوت كيف شوه الحوت تحط قرص
زيت زيتونه وتحط معناتها شويه كمون نحي الملح يتعدى بسهوله تماما وحاجه كيفاش كيفاش طيب معناتها الحاجه باهي معناتها العمليه كيفاش طيب الحوض نتاعك ولا الحم نتاعك هذيك هي اللي تخدم كما قال الدكتور مشوي مش ولا مفور. ناخذ فكره معك على البلا اللي يعطيك صحه اللي جبتونا و100% من عندك مش من عندنا. نبدا حاجه الحمد لله انك تحضرها لكم انا خليه قدامك وهو يلوج. اذا شنو هذيك ايات؟ هذه معناتها ساسي شكاره تبيع معناتها في اللي يطيبوا فيها. طيبوا فيها. هذه تدخل في الفور تدخل في الكسكسيه معناتها في الكريمه الكسكسيه معناتها تتفور معناتها تتفور. هذه انا خذيت الصبوك نتاع داند. معناتها هذه الواحده نتاعها تكلف دينار لو دينار و200 مش غير معناتها عبيت زربه. تحط الصبوك تحط هوني حطيت كليل حطيت برشا كليل حطيت شويه زيت زيتونه اكاو اللحم مفوح بزيت زيتونه وكليله كهو وحاجه زيت حاجه اخرى وتحطوا تفور وبعد كي معناتها كي تخرج شوف دنيا عندنا الصوص نتاعنا معناها الماء نتاعو هذاك هو اللي بشكل دونك المطعم نتاعو معناها فهمت شو عملت معاه؟ ما توني عملتها واحد التبه تعرف عملت معناها البرغل تعرف البرغل معناتها باهي برشا البرغل اش فيه البرغل؟ سيغتو الجماعه بون من معناتها محبط برشا قبيل كان قلت كسكسي قلت روز اما تو هو ذكرني في البرغل يجي سلطه ويجي ايضا بلا برانسيبال ولا سيغتو اللي مرضى بالسكر كل شيء خاطر كونسيستون الانديكس نتاعو تحس معناتها عندهم احساس بالشبع يخليهم السكر يتعدى بشويه بشويه خير برشا من عند دي بلا اخرين. اذا البرغل كيفاش طاب؟ هذا برغل اكل مثل تاخذ 200 غرام توزن 150 غرام ماء مش متفاهمين نقول شو عليه شو ليه شو فهمت؟ ما تاخذ المقله نتاعك تحط شويه زيت زيتونه ودور تتحرك شويه البرغل وبعد فتح دو ما تقليه تصب عليه الماء تصب عليه الماء نتاعك وتحط عليه خطا ونقص في النار وتخلي تيب وبعد خيط مقله واحده اخرى كي واحد شويه زيت زيتونه وبعد قزيت شويه بصل حطيت شويه تنجم تحطوني كزبر ولا معنوس باقي معناها في ليزير معناها في الخشاش ديما تلوث الخضروات في حطيت هوني كزبر خذ الكزبر بني برشا احنا في تونس ما نستعملوش برشا كزبر بني برشا كزبر كي تحط كزبر ما عادش تقعد تلوج على الملح ما عادش على الملح ولا حاجه تحط كزبر تمشي تقطع عليه معناها تفوح ومن بعد كي تاع البرغل هذا في المقله اللي حطيت كزبر وشويه سو وبعد حطيت البرغل هذا حطيته غاديكا وخذيت شويه غوتا اللي فيها ما تفيش ما تلغريس وكل شيء معلبه ولا ما غوتا فريش غوتا وخلطها بالغوتا ما تبش من بعد حتى انها تشد معايا تتلم معناها تلم تاعك منها فيها الغوتا ما تاكل 0% ما تاكل انت بتعاون ما تعرفش مني اللي فيها اقل ماتير غراس من غير ما نحطوا لسم اياد البرغل ايضا تستعمله في السحور كيفاه؟ في السحور هذا هو مثلا هذه سخونه وبعد كي باش ناخذوها بارده قدر ما تنطيبوا هنا كمية مش طيبوا تاعهم كلها كي نطيبوا باش تقسم على زوز ناخذوا كمية هذيك تخش شويه طماطم شويه خذ اللي عندك شويه طماطم عندك شويه بتراب حاجه خذ اللي عندك بصفه عامه تحط شويه زيت زيتون وتولي وتخلطوا وتاكلوا معناها يشبه شويه للتبوليه يعني شويه تبوليه هذاك التبوليه بارد وباهي معناها تخلطوا بارده ما شنو لا ملح لا شنو نحطوا قارص تحط هوني زيت زيتونه كمان هوني شو تعرف هوني ترى مثال عندك على فين زارب على على فين زارب تعرف على فين زارب هوني كيف تحط عندك شويه مثل طماطم تخص طماطم بقدا شويه فهمت ولا شويه سيناريا وتمشي معناها تنجم تتسحر il faut aller plus loin pour une simple raison il faut avoir un label label santé pour les restaurants pour les gens وقت اللي الانسان يلتزم تعملوا كيما اون شين ولا غيرها اللي ثم ان لابيل كاليتي كي فا سوكوبي دو لا سونتي دي جون يعطيك الماكله الصحيه ويعطيك الماكله اللي معناها تلتزم بظروفك انت الصحيه سكر غرز دم قلب غيرها اكسترا ويخليك فهمت ولا تخرج تنجم تتعشى وتنجم تاكل من غير ما تكون عندك حتى اشكال سو لابيل اون لابا في بلدان اخرى موجودين اما اون لابا يفو كيل اكزيست سو لابيل وراكم انتم لي بروفيسيونيل بوتيتر لي les gens de la santé pour les autorités de normalisation يعطي صحة سيد خاطر طريقة الطبخ هي مهمة برشا خاطر يجم ياخذ معناتها فياند بلانش لحوم بيضاء ولا يجم ياخذ سمك ويقول ناكل ماكلة بالكدا صحية وكل ألوغ كو هو تلقاه ساعات ما طيبهاش يقليو برشا الماكلة نقص عليك هذاك شنو نأكد خاطر برشا احنا في تونس ناخذ الحوض نتاعنا حوض بحر ونقليه ونكمون يفقد كل شيء معناها ليه
شيء عليه، وين ماذا بينا كيما سكارة هكا تحطها في الماء يجي معناتها. إذا تقريبا وصلنا إلى نهاية الحق، شنو اسمه البلا هذايا؟ مصير بالعربي صح؟ بالعربي يقول بالفرنسية. شو اسمه بالفرنسية؟ هذايا أسبوك تعداد مع برغل مفور. ما فيش حتى جرام من الحب. ما في حتى جرام من الحب. يصلح إذا الناس اللي عندها القلب والشرايين والسكر. بشيتو الموت. بشيتو الموت بالطبيعة كما قالت، إذا هذا يصلح للناس الكل وبنين، أكيد أنه بنين، خاطر إياد أنا ذقت له قبل بلاش ملح وبلاش سكر وكانت الأكلة مستحبة وتتكل. إياد إذا نرجع للجمعية، كانت تعطينا أنه رقم هاتف أو عنوان لهذه الجمعية كان الناس تحب تعاونها، مع العلم أنه إياد أنت عندك مطعم يسكر المطعم في شهر رمضان ويسخر العمل نتاعه كل يوم لشقان فترة للناس هذوم. قلت لي عندك سنتر كان في أنا صادر توقيمة في النيلة. اثنين في النيلة غديك ذيك هو نتنظرين نطيبوا فيه. قديش النوم غطى العباد اللي جيت تتعشى فيه؟ أنا نتو حاليا في جمعية متين خد عنا صندر في النيلة في السكر وحي تظم ثلاثة يوميا تنعم في ثلاثة وجبة يوميا في النيلة. طبعا مثلا في النيلة عنا غديك على عين مكان 120 وجبة ونزو فرقه في 100 وانا حيت الضاني بين 50-60 واحد. شنو يكبو هذا يد معاك التحضيرات وكيفاش نمشي وكيفاش تمشي وتقدم هذه الوجبة كما ينبغي وكما يجب أن تكون؟ أكيد وأكيد أنك بشكون معنا حاضر كل أسبوع في الأربع أسابيع هذه اللي خاصة بشهر رمضان حتى ناخذ معك فكرة أكثر على هذه العملية للطيب، معناها العملية الأكل والغذاء اللي يكون سليم. أكد كيفاش تطيب بشكل هذيك حديث حتى توك دخلت بجماعة في كذا عشان يتبعوا فيها مادة موجودة في البلايس الكل في بنوليه وماذا بينا معناتها أنا حاجة نأكد عليها زادك كنت طيب ماذا بينا مزينا تطيب الحم الشيح اللي ما تريني تشيح الحم اللي ما عادش حتى القوة متاعه الحم متاعه غذا كده قوة غذية متاعه كل تمشي في المية متاعه ومعناتها تمشي ماذا بينا نحافظوا على المطعم متاعه على القيمة زينا. أنا صلاتة ويني ما حضرتي كمان عنده ظرف خاص يمكن الاسبوع المقبل ان شاء الله. يد نشكرك، انا قلت لي وجبه بركه نشكرك شكر جزيل. ويد بربي حبيت ناخذ عنوان الجمعيه شنو هو؟ احنا عندنا مش نزيد نحكي عليها في الحصص المقبله. عندنا فاش فيسبوك نتاعنا اغوبا بشاك تونيزيان، اغوبا بور شاك تونيزيان على موقع التواصل الاجتماعي. وعندنا الباج نتاعنا السيت ويب باش تعاد باش تحضر الجمعه جايه ان شاء الله نحكيو عليها الاسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك اياد، واكيد انا باش نشوفك في الاسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك دكتور سالم كشبور على قبولك الدعوه وحضورك معنا. شكرا جزيلا لك دكتور هند جاموسي كمون، وشكرا جزيلا لك مريم كشوك زعايبي على ما قدمته اليوم في هذه الحصه الخاصه بشهر رمضان، الصيام ومرضى السكري ومرضى القلب والشرايين. تو قال لي نقول لكم رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وشهيه طيبه. ما تنساوش الاسبوع المقبل باش يكون موعد مع مختصين في امراض الكلى وامراض الجهاز الهضمي. إلى اللقاء وشهية طيبة.